عائلة الشهيد نزار بنات بالأمس عقدت مؤتمر صحفي هي وفريق الدفاع القانوني. ما هي القضايا في البلد كمان بدك تلاحق من قضية لقضية وفيش حل للقضايا، يعني تستغرب إنه كل القضايا بتصطدم بنفس الجدار، بنفس الجدار كل القضايا بتصطدم. هذه المرة عائلة الشهيد نزار بنات وفريق الدفاع القانوني أعلنوا الانسحاب من كل المحاكم الجارية حاليا لمحاكمة المتهمين بمقتل واغتيال الشهيد نزار بنات، وقرروا التوجه للقضاء الدولي. بدنا نحكي أكثر في نقطتين، كيف بدهم يكملوا في القضاء الدولي، كيف بدهم يكملوا في القضاء المدني أيضا. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ غاندي الربعي محامي العائلة. صباح الخير أستاذ غاندي. صباح النور لك ولمستمعينك الكرام ومشاهدينك. أهلا بك. طبعا أنت يعني شرحت بالأمس موضوع ما وصفته بأنها يعني أو وصفته العائلة بأنها مسرحية هزيلة، وأنه الاستمرار في هذه المسرحية هو خيانة لدماء نزار بنات رحمه الله، وذلك لكم أسبابكم سريعا نحكيها، يعني ليش قررتوا الانسحاب من المحاكم، وبعد سننتقل إلى كيف سيتم المتابعة لضمان حق العائلة. يعني السبب المباشر والرئيسي كان أنه خروج المتهمين بدون موافقة المحكمة أو معرفتها أو معرفة النيابة، خروجهم يعني من مركز التوقيف هاي فترة العيد لما طلعوا ما قبل العيد في رمضان اكتشفتوا أنه الموقوفين المتهمين في بيوتهم. صحيح، حاولنا نتأكد، شككنا في الموضوع، حبينا نكون على يقين. لما أصبحنا على يقين انه حتى انتهاء العيد وما بعد العيد حتى عادوا الى مركز التوقيف، هذا امر يعني انه في جهه ما تخالف امر المحكمه ببقائهم موقوفين وتقوم باخراجهم الى بيوتهم وكان امرا لم يكن او يحدث، وكان قرار المحكمه ليس له قيمه، بالتالي يعني جعلنا نتوجس ان حتى اذا ما حكمتهم المحكمه ما الضمان على تنفيذ تلك الاحكام، يعني هم الآن موقوفين مع ذلك يتم إخراجهم، بالتالي ليس لدينا أي ضمانات في التعامل الجاد واحترام القانون، حتى احترام القانون بعدم إخراج الموقوف عندما لا تسمح المحكمة بإخراجه، هذا أمر يعني في غاية الخطورة ليس على مستوى قضية نزار لكن على مستوى الشأن العام. الفلسطيني الآن يشعر بصدمة كما شعرنا نحن، أن موقوفا يخرج من المركز توقيفه بدون موافقة المحكمة، بدون علمها، بدون علم النيابة، هذا أمر لم نسمعه في التاريخ. نعم فعلا، حتى في محاكمنا يعني ما سمعناش هيك إشي صار، يعني بالتأكيد نحن محامين يعني بقضية بحجم هذه القضية كمان، يعني بالتأكيد في جرائم القتل، هي جرائم مشددة حتى لا يتم إخلاء السبيل فيها. الآن حتى بالرغم من عدم موافقة القاضي أو المحكمة على رفض طلب إخلاء السبيل حتى تخرجهم، يعني ماذا حكي؟ طب مين اللي يعني ما دام القاضي مش موافق مين اللي اخرجهم يعني بهاي الحاله بكون؟ بالتاكيد الجهاز المسؤول، يعني جهاز الاستخبارات العسكرية هو الذي يتحمل المسؤوليه كامله. مش هذا تعدي على سلطه القضاء يعني؟ طبعا تعدي بالكامل، وهذا يدل على يعني انه لا يخضع لسلطه القانون. طيب يعني قررت يا استاذ غاندي التوجه للقضاء الدولي، كيف؟ انا قررت التوجه للقضاء المدني. تمام. عائلة نزار لديها يعني ما فيش توجه للقضاء الدولي؟ لا، في عائلة نزار لكن العائلة لحالها بدها تروح تتوجه للقضاء الدولي، يعني بالتأكيد نحن بدنا نتوجه الى القضاء المدني. كيف ايضا كيف رح تتوجه للقضاء المدني بعد ما هذا قضاء عسكري؟ طبعا احنا عشان نفرق، الانسحاب تم من القضاء العسكري، المحاكمة العسكرية الان. صحيح. كيف رح تتوجهوا للقضاء المدني؟ من خلال تقديم ادعاء مدني لمحاسبة الجميع، ليس فقط على المسؤولية الجزائية وإنما على المسؤولية المدنية أيضا. يعني كل شخص في هذه المؤسسة أعطى الأمر أم لم يعطي يتحمل مسؤولية قانونية وأدبية، وسنثبت ذلك للمحكمة. طيب هم مش تابعين للقضاء، يعني قصدي المتهمين مش بيكونوا تابعين للقضاء العسكري، محاكمتهم بتكون عبر القضاء العسكري في الشق الجزائي؟ نعم صحيح، ولكن نحن نتحدث ايضا عن الشق المدني. المسؤوليه الادبيه، المسؤوليه المعنويه، حتى لو تكون هناك مسؤوليه مباشره
كنا نتمنى أن نستمر بالمحكمة العسكرية. يعني نحن اتخذنا هذا القرار بعد أن وصلنا إلى هكذا نتيجة. بس هل القضاء المدني بماذا سيحكم بالنهاية لو تمت المحاكمة؟ سيحكم بالمسؤولية، سيوضح المسؤولية، وهذا ما نريده. القضاء المدني عندما يحكم لنا في الدعوة يحكم بالمسؤولية، بالتالي سنحصل على وثيقة من القضاء المدني بمسؤولية المؤسسة الفلانية أو بالنتيجة العلنية أن هناك مسؤولية كاملة في هذه الجريمة. طب وفيما يتعلق بمحاسبة المتهمين والعقوبة؟ يعني يبقى لنا خيار القضاء الدولي كما ذكرت عائلة نزار، سيتقدمون بالتوجه للمحاكم الدولية ما لم يحدث يعني التزام من السلطة أو مراجعة ما تم. يعني علينا أن يعني حتى الآن يجب أن تتم مراجعة من الذي قام بإخراجهم وأن يوضح ذلك للرأي العام. يعني أنت تتحدثين عن جريمة أخرى، إخراجهم من المركز التوقيت بدون إذن المحكمة هي جريمة بالمناسبة. نعم. طيب انتوا ليش ما تكملوا في موضوع ان هذه جريمه، وبموضوع انه تصير هاي قضيه لحالها مثلا؟ ما هو يعني احنا حابين نكمل، بس لكن يعني وصولنا الى مرحله انه ما الضمانات على انه لو ضمانات. كملنا نعم. ما الضمانات انه يتم اخراجهم كمان مره او مرتين؟ ما الضمانات لو اخذوا احكام انه ما يطلعوش ثاني يوم؟ في هاي الحاله طبعاً. استاذ غاندي، هل جلسات المحاكمه رح تستمر بدونكم ولا ما بتزبط قانونيا انها تستمر؟ نيابه بتمثل الحق العام. نيابه بتمثل الحق العام. بس وهل يعني الحكم غير صادر يعني بشكل واضح؟ تمام. نحن غير معترفين بنتائجها، ما لم تقم المحكمه بمراجعه ومحاسبه من قام بعصيان اوامرها علنا. برأيك هذه الخطوات اللي أخذتوها مع العائلة كيف رح تأثر على قضية نزار بنات بشكل عام؟ يعني هذه الخطوات رح تضعنا في ساحة أخرى، ساحة القضاء المدني، وهذه الساحة يعني ربما ستكون متحررة أكثر من أي قيود، وأيضا سيطلع الرأي العام الفلسطيني ومن حقه أن يعرف ما الذي جرى في تلك الليلة السوداء. على الأقل نبحث عن الحقيقة. نعم، لعله خير. شكرا على هذه التوضيحات أستاذ غاندي الربعي، محامي عائلة الشهيد نزار بنات، تحياتي لك.